ذكرت تقارير صحفية أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز رد على إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي الملكي من جديد. واستغل الدون البرتغالي كريستيانو قرار تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلانو والسفر إلى مدريد من أجل حضور مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي حسمها النادي الملكي بهدفين دون رد. وبحسب صحيفة موندو دي بورتيفو فإن الأمور قد بدت بين رونالدو وريال مدريد وقرار عودته للعب بقميص الميرينغي مجددا في يد المدرب الفرنسي. وأشارت التقارير أن رونالدو قدم إلى سانتياغو برنابيو ليس فقط من أجل مشاهدة المباراة بل وخاض اجتماعا مع رئيس النادي والهيئة التدريبية للنادي الملكي، فإن ذلك لأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لم يحسم موقف رونالدو. ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا وحقق خلالها كل شيء ممكن مفضلا خوض تجربة جديدة في يوفنتوس. وكشفت تقارير صحفية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قدم عرضا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة مرة أخرى للنادي الملكي. ونقلت صحيفة اس الإسبانية نقلا عن شبكة دريالوغول أن بيريز سعى خلال الأيام الماضية لفتح خطوط اتصال مع نجم ريال مدريد السابق وذلك بهدف إعادته للسانتياغو من جديد. وأشارت الشبكة الإسبانية أن رئيس النادي الملكي عرض بالفعل على نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي العودة لريال مدريد وذلك عقب الأزمة التي يعيشها. واستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التدخل في فترة ماضية بعد حدوث أزمة سابقة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مدربه ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي. وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو فإن الفريق الملكي قدم عرضا لإعادة مهامه السابق كريستيانو رونالدو إلى ملعبه سانتياغو من جديد. وأضافت أن فلورنتينو بيريز عرض على هداف النادي الملكي التاريخي الوعد باللاعب بالمركز الأساسي حال عودته في ريال مدريد. وأكدت أن اللاعب لم يمنح رئيس الميرينغي الموافقة حتى الآن لأنه على وشك دراسة العرض. ويرى بيريز أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى والعمل من جديد للنادي سيكون له تأثيرا إيجابي على الأمور التسويقية للنادي وذلك لما يتمتع بها الدولة البرتغالية من شعبية جارفة في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن العرض المدريدي جاء في وقت مبكر للغاية خاصة أن رونالدو حاليا مع اليوفي في الدوري الإيطالي. لم يتحدث مطلقا عن قرب موعد تعليق حذائه بل ألمح إلى أنه يتوقع الاستمرار في الملاعب حتى سن 40. وفي حديث آخر عقب تسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته أكد الدون أن العمر بالنسبة له مجرد رقم وأنه ما زال قادرا على التألق في الملاعب وتلك التصريحات إشارة أخرى إلى رغبته في مواصلة اللعب لسنوات أخرى. وذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أظهر سلوكا مشينا تجاه مدربه عقب المباراة الأخيرة التي خسرها اليوفي في دوري أبطال أوروبا. وذكرت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قد توصل بالفعل لاتفاق لإعادة رونالدو من جديد إلى النادي الملكي وفقا لما أوردته وسائل إعلامية إسبانية. واتفق الرئيس المدريدي مع لاعب اليونايتد السابق والميرينغي الحديث على استمرار ربط اسم كريستيانو بريال مدريد حتى بعد اعتزاله. وباقتناع بالتولي رونالدو لهذا المنصب سيكون له تأثيرا إيجابيا على كل النواحي التسويقية في النادي. وفي هذه الفترة منذ سنة منذ رحيله عن كريستيانو رونالدو وكنت أستمع إلى الاستوديو في الدوحة أو أنتما هنا تتحدثان عن غياب من كان يواجه ليونيل ميسي. إذن كريستيانو رونالدو موجود اليوم، لن يلعب لكنه سيكون موجود في المدرجات لمتابعة فريقه وربما لا شك لمناصرة فريقه السابق. شكرا لك زميلي جمال، مفاجأة كبيرة في ربما المنصة الشرفية في ملعب سانتياغو برنابيو. داني كريستيانو رونالدو سيكون حاضرا اليوم في قمة الكلاسيكو، كم يشتاق له جمهور البرنابيو؟
نعم ريال مدريد يحتاج أن يقدم مباراة كبيرة وأن يضغط بالتأكيد من أجل استعادة الكرة وأيضا خروج الكرة مع برشلونة. أظن أنه فريق الآن متأثر بطبيعة الحال بالنتائج السيئة، وعندما تحدثنا بأن الفريق يجب أن يكون أقوى في سانتياغو برنابيو مع وجود الجماهير، وأن نعرف بأن خسارة من الممكن أن تبعد الفريق عن لقب الدوري. حاسمة بالنسبة للفريقين. نعم بالنسبة لي ستكون مباراة حاسمة، ألا سيكون قد ضمن التتويج أو اقترب كثيرا من التتويج، وأيضا الحالة النفسية ستزداد ارتفاعا، وأيضا نعرف بأن ريال مدريد خسر أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال ومن الممكن أن يقصى من ثلاث بطولات. إذا مباراة اليوم لها أهمية كبيرة بالرغم من أن المستوى القروي لكلا الفريقين ليس جيدا. قمة كبيرة في ملعب سانتياغو برنابيو، وبانتظارها أيضا الزميل حفيظ الدراج المتواجد معنا هنا في هذا الملعب. من خلالك أسأل هذا السؤال حفيظ، بأي حال عدت يا كلاسيكو؟ في ظروف صعبة بالنسبة لفريق ريال مدريد، ظروف أفضل بالنسبة للبارسا. الأمر لم يكن هكذا قبل 3 أسابيع، ولكن منذ تعثر أمام سيلتا فيغو وخسرت أمام ليفانتي، ثم بعد ذلك خسرت في لقاء الذهاب في دوري الأبطال أمام المان سيتي هنا في سانتياغو برنابيو. تقارير صحفية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قدم عرضا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة مرة أخرى للنادي الملكي. ونقلت صحيفة اس الإسبانية نقلا عن شبكة ريالو جول أن بيريز سعى خلال الأيام الماضية لفتح خطوط اتصال مع نجم ريال مدريد السابق، وذلك بهدف إعادته لسانتياغو من جديد. وأشارت الشبكة الإسبانية أن رئيس النادي الملكي عرض بالفعل على نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي العودة لريال مدريد، وذلك عقب الأزمة التي يعيشها. واستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التدخل في فترة ماضية بعد حدوث أزمة سابقة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مدربه ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي. وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو، فإن الفريق الملكي قدم عرضا لإعادة مهامه السابق كريستيانو رونالدو إلى ملعبه سانتياغو من جديد. وأضافت أن فلورنتينو بيريز عرض على هداف النادي الملكي التاريخي الوعد باللاعب بالمركز الأساسي حال عودته في ريال مدريد، وأكدت أن اللاعب لم يمنح رئيس الميرينجي الموافقة حتى الآن لأنه على وشك دراسة العرض. ويرى بيريز أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى والعمل من جديد للنادي سيكون له تأثيرا إيجابي على الأمور التسويقية للنادي، وذلك لما يتمتع بها الدولة البرتغالية من شعبية جارفة في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن العرض المدريدي جاء في وقت مبكر للغاية، خاصة أن رونالدو حاليا مع اليوفي في الدوري الإيطالي. لم يتحدث مطلقا عن قرب موعد تعليق حذائه، بل ألمح إلى أنه يتوقع الاستمرار في الملاعب حتى سن 40. وفي حديث آخر عقب تسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته، أكد الدون أن العمر بالنسبة له مجرد رقم وأنه ما زال قادرا على التألق في الملاعب، وتلك التصريحات إشارة أخرى إلى رغبته في مواصلة اللعب لسنوات أخرى. وذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أظهر سلوكا مشينا تجاه مدربه عقب المباراة الأخيرة التي خسرها اليوفي في دوري أبطال أوروبا. وذكرت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قد توصل بالفعل لاتفاق لإعادة رونالدو من جديد إلى النادي الملكي وفقا لما أوردته وسائل إعلامية إسبانية. واتفق الرئيس المدريدي مع لاعب اليونايتد السابق والميرينجي الحديث على استمرار ربط اسم كريستيانو بريال مدريد حتى بعد اعتزاله، وباقتناع بالتولي رونالدو لهذا المنصب سيكون له تأثيرا إيجابيا على كل النواحي التسويقية في النادي.